السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلاً ومرحباً بكم سادة المشاهدين، وهذه الحلقة الجديدة من برنامجكم بعيداً عن السياسة. أعلن باحثون في جامعة إكستر البريطانية عن ابتكار جديد قد يحل محل الآجر التقليدي، وأشاروا إلى أنهم تمكنوا من ابتكار آجر زجاجي ذكي يوفر الطاقة الشمسية للمباني ويحد من استهلاك الطاقة الكهربائية، ويعد الابتكار قفزة كبيرة في مجال إنتاج الطاقة الشمسية، قد تحد من الحاجة إلى الألواح الشمسية وتختصر كثيراً من المساحات. ويمكن تثبيت الآجر الجديد على جدران المباني من الخارج ليجمع الطاقة الشمسية ويحولها إلى طاقة كهربائية تسد حاجة المباني وتشحن السيارات الكهربائية. وتحتوي كل قطعة من الآجر على ألياف بصرية ذكية، وظيفتها تركيز أشعة الشمس في خلايا شمسية صغيرة لتعزيز طاقة كل خلية. وأكد الباحثون على أن ابتكارهم عملي ويوفر كثيراً من الطاقة ويقلل من التكاليف. بطريقة فريدة من نوعها، يستقبل فريدون تركمان زبائنه الجدد في مقهاه بولاية بورصة التركية، الأمر الذي لم يسلم منه حتى بعض المسؤولين المحليين. ويقوم تركمان بمقالب مع كل زبون جديد يدخل المقهى للمرة الأولى لا تخلو من الطرافة والمزاح والفكاهة. ولفت تركمان إلى أن كل زبون جديد يأتي إلى المقهى له حصة من أحد المقالب الطريفة، وأن كل هذه المقالب تكون مسجلة عبر الكاميرا ليوثق بذلك مئات التسجيلات المصورة في الأرشيف. وأكد صاحب المقهى أنه عقب انتهاء المقلب يقوم بتقديم الشاي مع الورد إلى زبونه الجديد لإرضائه وسط ضحك وبهجة الحاضرين. نظمت دار القرآن الكريم والسنة في قطاع غزة مهرجاناً لتكريم حفظة كتاب الله، وتخلل الحفل الذي أقيم في حي الشجاعية أناشيد دينية وفقرات فنية بحضور العديد من علماء الدين والوجهاء، وجرى تكريم 181 مشاركاً في المهرجان ممن حفظوا القرآن كاملاً أو أجزاء منه. وأشار رئيس دار القرآن الكريم والسنة في كلمة له إلى أن تكريم حفظة كتاب الله يعد بشارة خير لأهل غزة. أعلنت شركة صينية للخطوط الجوية نجاحها في تسيير أول رحلة طيران خارجية باستخدام وقود مصنوع من نفايات زيت الطعام. ونقلت وكالة الأنباء الصينية شينخوا أن طائرة من طراز بوينغ 787 أقلعت من بكين باتجاه شيكاغو في الولايات المتحدة مزودة بالوقود الحيوي المصنوع من نفايات زيت الطعام. ولفتت الوكالة إلى أنه بعد تحليق لمسافة تزيد على 11,000 كيلومتر هبطت الطائرة في مطار أوهير الدولي. وبحسب الشركة فإن استخدام الوقود الحيوي من شأنه تخفيض نسبة انبعاثات الكربون، فضلاً عن توفير وضمان سلامة وفعالية الطيران. تنتظر الطفلتان التوأمان فرح وحنين غانم الملتصقتان من منطقتي البطن والحوض مغادرة قطاع غزة إلى السعودية لإجراء عملية الفصل بعد مرور 46 يوماً على ولادتهما. ورغم استقرار الوضع الصحي للطفلتين التوأمين، إلا أن هناك خطراً حقيقياً يهدد حياة الاثنتين في حال تعرضت واحدة منهن لوعكة صحية، الأمر الذي يستدعي تحركاً عاجلاً لإجراء عملية فصلهما.
تجري التحضيرات الأولية في الصين لإنشاء أكبر مشروع عملاق لمدينة ألعاب تعتمد التقنيات الحديثة، لا سيما تقنية الواقع الافتراضي. ووقع الاختيار على منطقة ريفية لبناء قلاع وروبوتات وألعاب ضخمة توفر للمستخدمين خوض تحديات ترفيهية جديدة. وينسجم ذلك تماماً مع ما وصلت إليه صناعة الترفيه والآفاق المستقبلية التي يراهن عليها المنخرطون في هذا المجال وبمختلف تخصصاتهم، وقد أنفق على المدينة أكثر من مليار دولار حتى الآن. أكد باحثون في مستشفى جامعة زيورخ السويسرية أنهم طوروا ساعة ذكية للنساء تنبه من ترتديها إلى حدوث الحمل دون الحاجة إلى الخضوع لاختبارات الحمل التقليدية. وأوضح الباحثون أن الساعة الذكية تتعرف على الحمل بعد حدوثه بنحو أسبوع عن طريق رصد تغيرات فسيولوجية متعلقة بالحمل وقت وقوعها، مثل درجة حرارة الجلد ومعدل التنفس وعدد دقات القلب التي تحدث نتيجة تغيرات هرمونية لدى المرأة الحامل. توصلت شركة رويال داتش شيل إلى استخدام بقايا القهوة لتوليد الطاقة، حيث قالت إن بقايا القهوة ستساعد في تزويد بعض الحافلات في لندن بالوقود، وإن هذا الوقود الحيوي الجديد يحتوي جزئياً على زيت القهوة، ويجري إدخاله إلى سلسلة إمدادات وقود الحافلات، حيث يمكن استخدامه دون الحاجة لتعديله. وقالت هيئة النقل في لندن إنها تتجه لاستخدام الوقود الحيوي لكبح انبعاثات الكربون. مع بدايتها الأولى أثارت الجدل في جميع الأوساط. إنها عملة البيتكوين التي تخطت جميع النظم المالية التقليدية في العالم حتى تجاوز سعرها أكثر من 10,000 دولار بعد أن كان لا يبلغ دولاراً واحداً عند خروجها للعلن عام 2009. والبيتكوين عملة رقمية ليس لها وجود مادي، وهي عبارة عن شفرة يتم إنشاؤها وفق خوارزمية تميز كل مستخدم عن الآخر دون الإشارة إلى هويته، وتخزن في محفظة إلكترونية سرية فترسل وتستقبل الأموال ولا يمكن معرفة صاحبها، وهي عملة غير مرتبطة ببنك مركزي، وما يحكمها هو قواعد خاصة منها سجلات المستخدمين الرقمية التي تراقب وتعالج كل التعاملات عبرها. وأهم ما يميزها عدم وجود عمليات احتيال، لذلك فالتحويلات عبرها آمنة. أما إنتاج البيتكوين فيتم بطريقة تشابه عملية التنقيب عن الذهب،
لكن بواسطة حواسيب بإمكانات فائقة القدرة تقوم بحل خوارزميات رياضية معقدة تنتج عنها قطعة بيتكوين أو أجزاء منها. لذلك فالكميات المتوفرة منها محدودة، ومحدودية العرض هذه تمثل نقطة قوتها. وسجلت البيتكوين قبولاً كبيراً بين الشركات حول العالم للاستثمار فيها، ما جعلها الأولى على عرش العملات المشفرة التي بلغت أكثر من 40 عملة في الفضاء الرقمي. ومع ما تحققه من تقدم ملحوظ، فإن بعض خبراء الاقتصاد يصفونها بأنها عملة شديدة التقلب، ويعتقدون أن أسعارها تعتمد على المغامرات والتكهنات، ما يجعل عنصر الخسارة كبير جداً، لكن اتساع التعاملات فيها يعتمد على السماح بتداولها رسمياً بين دول العالم، مع تأكيدات الخبراء على أن المستقبل هو للعملات الإلكترونية. على الرغم من ولادته بلا ذراعين، إلا أنه تحول إلى شعلة أمل تنير للطلاب دروبهم وسط ظلام الحرب والنزوح. المواطن السوري يوسف محي الدين عطار، الذي يدرس مادة اللغة العربية لطلاب المرحلة الابتدائية في قرية كفر نجد التابعة لإدلب، يستخدم أنامل قدميه في الكتابة على اللوح المدرسي. لم يكتف عطار بعمله في المدرسة، بل يقدم دروسا خاصة للطلاب عقب انتهاء الدوام، حتى أصبح مضربا للأمثال في الجد والعمل الدؤوب. لكن أصعب ما يواجهه في مهنة التدريس هو عدم امتلاكه لذراعين تمكنه من الكتابة. عطار الذي ولد معاقا واجه صعوبات جمة عندما كان طالبا، لعل أبرزها عدم استطاعته حمل الكتب أو الكتابة بيديه، لكنه تخطى كافة الصعوبات بفضل الإصرار والعزيمة اللتين وضعهما نصب عينيه في طريقه نحو النجاح. فاستخدم أصابع قدميه في الكتابة، وكان الأول على زملائه طوال سنوات الدراسة حتى تخرج من كلية اللغة العربية، وكانت أسرته أكبر الداعمين له. طلابه يحققون نجاحاً ملحوظاً بفضل جهوده المتميزة وأسلوبه السهل الذي يبسط الفكرة لإيصالها للتلاميذ.
فوائد الشمندر: يحسن من الأداء الرياضي ويعمل على زيادة تحمل العضلات. يعزز صحة الجهاز الهضمي وهو مصدر جيد للألياف. يساهم في التئام الجروح وامتصاص الحديد. يحفز من تدفق الدم إلى الدماغ. ويزود الجسم بالعديد من الفيتامينات والمعادن. يحتوي الشمندر على مضادات الأكسدة. يقلل من الالتهابات داخل الجسم. يعزز عمل جهاز المناعة.